اليوم انا كنت غنتحدث على استاذ عبد الواحد تطواني، الفنان الكبير اللي هو معلمه تاريخيه فنيه كبيره، واللي عاشر رواد الفن المغربي الحقيقيين، واللي هو اصلا من بدايات يعني اشتغل معاهم، وكان اول ظهور ديالو في التلفازه المغربيه، ويعني مع الراحل الحاج الحمداوي الله يرحمه. فهاد المدرسه الكبيره اللي هي اليوم كنعتبروها واحد احد اعمدة الفن المغربي، وهذا الفنان اللي هو حاول ان يعني ان يلقي للناشئه، ان ينقل من خلال انه اسس فرقه اصوات الاصاله، اللي كيحاول من خلال انه يلقي لها يعني مبادئه افكاره غيرته على الفن المغربي، وكذلك ان ويحاول يعني يتلملوا على ايديه ويخرجوا فنانين عندهم قيمه مضافه في الفن المغربي، وامتداد لهذه المدرسه الفنيه الكبيره. فاستاذي عبد الواحد التطواني، ومن خلال انني انا كذلك من الشباب والمهتمين اللي عاونهم في الميدان الفني والثقافي وشد بيديهم، والى يومنا هذا مازال كيساعدني وكيدعمني، ومن خلال انسان يدعمني فنيا وثقافيا، وكيحاول يخليني بواحد الصوره جميله جدا قدام ما هو كل ما هو فني ثقافي كمهتم بالتراث المغربي وغيره. بغيت نقول هذا الانسان انسان رزين، انسان حكيم، انسان فنيا كما كيقولوا عامر بزاف في الفن والثقافه والاغنيه المغربيه، وفي ما جيتيه كيعطيك يعني وكتلقاه واجد، يعني انسان استاذ عبد الواحد التطواني فنان كبير. ف ما محتاجش على انه يلمع يعني اسمه او صورته، لانه هو اصلا لامع، لانه هو اصلا عنده واحد الدرايه في الفن وفي الحياه كبيره جدا. فما يعني ما اذا ما يعني ما محتاجش على انه يلمع الصوره ديالو في الفن والثقافه الفنيه، او لان تاريخ الاغنيه المغربيه شاهد شكون هو استاذ عبد الواحد التطواني، شاهد على الحانه، على كلماته، على ما غنى هو كذلك لعمالقه الشعر المغربي والزجل المغربي. فما محتاجش على انه يلمع صورته كما كيبحثوا عليهم الشباب هاد الشباب اليوم، يعني ما محتاجش، هو اصلا شخصيه صانعه راسها بنفسها فنيا ثقافيا، كافح باش يكون هذا الاسم ويبقى عنده صورته، ولا يومنا هذا مازال عنده ديك الرغبه على انه يعطي للفن ويخدم للفن. لهذا اسس فرقه اصوات الاصاله باش يعطيها كل ما عنده، وتكون صوره جميله له لما قدمه هذا الفنان الفن المغربي. اذا بغيت نقول بكل اختصار، انسان خصو قبل ما يحكم على انسان اخر في جميع المجالات، ولا حتى في المجال الفني او الثقافي، حاول ان تعاشره. فانا عاشرت الاستاذ عبد الواحد التطواني، وكنعرف كيفاش كيفكر، وكنعرف كيفاش كيفكر في الثقافه الفنيه، وكنعرف انه عنده غيره الفن والثقافه الفنيه، وهو كيدير داكشي اللي مقتنع به هو في الفن، وحتى انه ما يلقن فرقه اصوات الاصاله يلقنها الفن الاصيل الحقيقي اللي فعلا اللي هو حقيقي، ماشي اي فن، ولكن الفن اللي هو الاغنيه المغربيه المحضه، وحتى يعني كيلقنها كيلقنهم كذلك كيفاش يكونوا فنانين عندهم قيمتهم في الفن وقيمتهم في الميدان الفني، وكيفاش انهم يحترموا بعضياتهم، وكيفاش انهم يحترموا يعني ويقدروا اللي قبل منهم في الفن. فما غاديش نقولك شنو، الا بقيت كنتحدث على استاذي عبد الواحد التطواني غنبقى نتحدث حتى الصباح، لان انا من الشباب والشابات اللي فعلا شد بيديهم وتعاونهم وعطاهم اشياء كثيره في حياتهم، وكنقول شكرا لك على كل ما تقدمه لنا،
يعني سواء فرقة أصوات الأصالة ولا سواء لي أنا، أو يعني كنقول لك شكرا لأنك فعلا قدمتي واحد الفكر فني جديد، يعني وفكرة أنك كتحاول تنقلهم يعني مبادئ الفكر الفني والثقافي الأصيل. تحياتي لك، وكنتمنى على أنه أي تجربة كيفما كانت فنية ثقافية جادة ياك نشجعوها وناخذ بيدها هذه في الميدان الفني والثقافي، ماشي نزيدو نقولو نبقاو نهضرو ونتكلمو كما كيقولوا في الخاوي بدون ما نعرفوا ان. ولا ننسى على ان فرقه اصوات الاصاله كيدربها استاذي عبد الواحد التطواني بدون مقابل، يعني في دار الشباب بسرعه بركت كيدربها، وانا كذلك حضرت احد التدريبات، كان حضر بعض التدريبات ديالو، وكنت فخوره بهذا النموذج، يعني النموذج الفني الكبير. إذا هذا الإنسان هذا إنسان يستحق منا كل التقدير والاحترام، وكيحاول أنه يخدم الثقافة الفنية والفن المغربي الأصيل والأغنية المغربية، يبقاو هاد الشباب نبقاو حنا كشباب امتدادا له. تحياتي ودمت لنا فخرا يا أستاذي، تحياتي.